نتمنوا كما دائما اننا دائما نصبحوا عليكم تكونوا بصحه وعافيه جيده ان شاء الله، وجلي ورينا فيكم شي باس، ودائما اللي تقلت عليكم خففت علينا، وهذا هو شعارنا دائما. اي وصفه غتكون ان شاء الله بلا سواق بلا شي حاجه اللي غادي تضر لكم بالصحه ديالكم، واي سؤال كيحيركم مرحبا بالاسئله ديالكم. حنايا اليوم غادي نشوفوا معاك دكتور عماد، والوقت كيدركنا، غادي نشوفوا معاك شنو هي النصائح والوصفات اللي غادي تقدمها للمستمعات. ومنين ديك الاسبوع اتصلت واحد الاخت وقالت لك راه هذيك الوصفه اللي نصحتيها بها جربتها وفرقات فقدات 12 كيلو، والمستمعات كيسولوني ويعاودوا، فانا وعدتهم انه اليوم غتقدم لهم خلطات سحريه لحرق الدهون في الجسم، وكذلك غادي نعطيكم وصفات طبيعيه اللي ممكن لاله تشربها واللي غادي تعاونك كذلك على التخسيس وعلى التنحيف. بسم الله دكتور عماد. نعم، اذا فالوصفات اللي بغيت نعطي اليوم مع الصاد هذا الى عطينا شي اعشاب يلا خدينا لي كلاس الساعه الاولى، يعني هادشي ما تجي تشربوه ولا ديروه من بعد لا كلاس باش نتفق راه ما يعطيش المسعود. نحاول نعطي شي حاجه اللي غتكون هي خفيفه شويه مع الصاد. اش ما يقولكش راه الدكتور عماد عطانا هاد الوصفات سخنونا ولينا نعرقوها بوحدنا مشكله. فبالنسبه للوصفه الاولى، الوصفه الاولى غادي ناخذ واحد الخياره اللي غادي نقطعوها دواور بالقشور ديالها، وغادي ناخذو 15 مطحون، نص ليمونه يعني نص برتقاله او نص لشينه، وجوج ديال العريشات ديال النعناع. اذا نعاودو، خيار مقطع دواور بالقشور ديالو، الزعتر مطحون، نص برتقاله او ليمونه او لشينه، جوج عريشات ديال النعناع، غادي نحطوهم في واحد الكاسرونه كبيره، وغادي نخوي عليهم جوج يطرو ديال الماء اللي يكون مغلي مزيان. من بعد كنخليوهم يطلقوا واحد المده ديال ساعتين، وكنصفيو هذاك الماء كنديروه في واحد القريعه وكنديروه يبرد. اذا ملي كيبرد كنوليو كناخذوا كاس صغير في الصباح في الغداء في الليل نص ساعه مورا الماكله يعني بعد الاكل. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي ناخذوا يطرو ديال اللبن، غادي ناخذوا الكرفس، غادي ناخذوا كاس ديال الماء صغير، وغادي ناخذوا اللب ديال القرعه الحمراء مفوره. اذا يطرو ديال اللبن، كرافس، الماء غناخذوا منه كاس صغير، واللب ديال القرعه الحمراء. شحال من قرعه؟ نعم، اللب ديال القرعه الحمراء انا دابا نقول المقادير. اذا قلنا يطرو ديال اللبن، الكرافس غادي ناخذوا منها تقريبا واحد 4 ديال العريشات ديال الكرافس بالشتر ديالهم، الماء خلاص غناخذوا منه كاس صغير، واللب ديال القرعه الحمراء الفوره كناخذوا 3 ديال المعالق كبار. هادو كاملين كنخويهم في هذاك الخلاط الكهربائي وكنديرهم يتخلطوا مزيان. من بعد هذاك المحلول اللي كنحصلوا عليه او ذاك الخليط اللي كنحصلوا عليه كنوليو كناخذوا كاس كبير في ساعه بعد الغداء كل يوم. اذا هاد الوصفات بجوج كنتبعوهم مده ديال 3 شهور. هادو وصفات اللي كيتشربوا. بالنسبة للوصفات يمكن لي دكتور عماد نصحت قبيله بالخيار، واش الخيار كيساهم في التنحيف وفي حرق الدهون؟ نعم بالفعل، لان الخيار فيه مادة السيلينيوم وفيه مواد اللي كتنقي دوك الخلايا من هذوك الفضلات اللي كتكون فيها، لان حتى الخلايا اللي كانت فيها بعض الفضلات وبعض المواد اللي كتكون مسمومة كما كنقولوا، فكتأثر ان دوك الدهون ما كيكونوش كيتحرقوا بواحد الطريقة طبيعية، بحيث ان الخلايا اللي كانت كتغذى مزيان وكانت عندها ديك كما كنقولوا الماء كيدخل لها مزيان وكيخرج، وكان عندها ديك الماء ما بقاش فيها دوك الشوائب او دوك الفضلات اللي كيكونوا فيها، فالخليه بالتالي كتولي صحيه وهي براسها كتولي كطرد دوك الدهون. اذا هذاك الخيار مفيد. كذلك الزعتر، لان الزعتر فيه ماء زيت اساسي اللي كيساعد باش ان الحرق ديال الدهون، الا كان الدهون غيتحرقوا في مره الا درنا الزعتر كيوليو كيتحرقوا في 3 ديال المرات. البرتقال لان فيهم الفيتامين سي ماده مضاده للاكسده قويه كما كنعرفوا، والنعناع كذلك. النعناع شنو كيدير؟ بحال كيسقم واحد شويه كيمنع انك تحسوا بديك الجوع ما بين هذوك الوجبات، ف
فبالتالي فهاد الوصفه داكشي باش عطيت فيها هاد المواد هادي كامل. وبالنسبه للوصفه الثانيه شنو هي الماده الاساسيه اللي غادي تحرق الدهون؟ الماده الاساسيه بعدا هضرنا على اللبن، لان اللبن كيرفع لينا المناعه ديال الجهاز الهضمي ديالنا، لان فيه واحد البكتيريا اللي قلنا كتفرز واحد الازوت، هذه اولا. ثانيا الكرافس، الكرافس من من المواد اللي كتحرق الدهون بواحد الطريقه كبيره، ولكن اذا خلطنا الكرافس مع اللبن، اللبن ماده بروتينيه، فالمواد اللي في الكرافس كتذوب مع اللبن وكترفع من المفعول ديالها، لان ما يمكنش هنا نعطيو الحليب. علاش؟ لان الحليب حتى هو ما غاديش يساعد في الحميه، كنعطيو اللبن. وبالنسبه كذلك للقرعه الحمراء، فالقرعه الحمراء كتسرع الدوره الدمويه، كتساعد كذلك حتى الخلايا كترجع لها ديك المرونه ديالها اللي كتكون مشات منها، وبالتالي كتكون وصفه متكامله. عندنا سؤال، طبعا حنايا في هذا الاطار هذا غنسولك الاسئله اللي وصلت. مروه كتقول لك واش ممكن المرضعه تناول خل تفاح لانقاص الوزن اثناء هذه الفتره ديال الرضاعه؟ خل التفاح يمكن لها تستعملو، ولكن تستعملو بحذر، كما قلنا انها تاخذ معلقه صغيره وتزيد عليها كاس كبير ديال الماء اللي كتخلطو وكتشربو بعد الفطور باش ما يضرهاش في المعده ديالها. وفي هذا السياق هذا نيت اليوم شفت لك كيفاش نحيت جانب بزاف هذا السؤال اختي سناء ديال كيفيه التحضير كما كنتي قلتي ليا الطريقه ديال التحضير ديال خل التفاح. فخل التفاح كيفاش كنحضروه؟ كناخذوا 50 غرام ديال السكر في كل كيلوغرام ديال التفاح الا كان حلو، و100 غرام ديال السكر في كل كيلوغرام ديال التفاح الا كان حامض. معنيتو؟ معنيتو اذا نسطو؟ نعم. اذا 50 غرام قلت تقريبا كيلو، كيلو ديال التفاح، كيلو ديال التفاح الا كان هاد التفاح حامض. نعم. شحال خاص السيده دير له السكر؟ السكر غادي دير تقريبا واحد 4 معالق كبار. الا كان التفاح حلو؟ الا كان التفاح حلو غادير 8. لا عفوا، اذا كان حلو غادي دير 4 معالق كبار، واذا كان حامض غادير 8 ديال المعالق كبار. اذا لاله غتاخذي كيلو ديال التفاح الا كان حامض غتزيدي ليه 8 هاد المعالق كبار ديال السنيده، الا كان حلو غتزيدي ليه 4 هاد المعالق كبار ديال السنيده. هادي طبعا خطوات تحضير خل التفاح على يديك في البيت. ومن بعد غادي غنحطو في واحد الكاسرونه وغادي نزيدو عليه الماء مغلي حتى يغطيه تقريبا بخمسة سنتيم، يعني واحد شويه يبان لكم هذاك التفاح اللي قردناه وزدنا عليه الماء انه تغطى بهذاك الماء. من بعد اش كنديرو؟ كنغليو كنغطيو كنخليو فواحد البليصه واحد المده ديال جوج ديال الاسابيع، ومن بعد كنهزو هذاك الخليط كنصفيوه بداك الزيف ديال حياتي او الفاصمه الطايبه اللي كتكون في الصيدليه، كنصفيه في قريعات ديال الزاج، وضروري تكون ديال الزاج، ومن الاحسن تكون ما كتدخلش الضوء، وغادي نسدو عليه مزيان هذاك المحلول اللي صفينا، وكنعاودو نخليوه جوج ديال الاسابيع اخرى في واحد البلاصه اللي تكون مظلمه شويه، ما سخونه بزاف ما بارده، وغادي نخليوه جوج الاسابيع، وبالتالي كيولي عندنا خل التفاح جاهز وكيمكننا نستعملوه. هذا خل التفاح. طيب شنو هي الوصفات اللي غادي تنصح بها للتدليك؟ للتدليك مناطق معينه من الجسم، خاصه بالنسبه للسيدات. السؤال اللي كيتعاود بزاف هو المنطقه ديال البطن او الكرش اللي كيكون فيها واحد التركز ديال الشحمه، وكذلك ارتخاء العضلات ديال البطن وكذلك الارداف. نعم. فكيمكننا ندير واحد الكريم مضاد للدهون، وغادي ناخذوا فيه المطرد او الخردل، ما يسمى بالخردل، يا اما المطرد القهوه غبره، الخردل الغبره من الاحسن. ما لقيناهاش نستعملوا اللي كنستعملوا في البيت، غادي ناخذوا العسل الاحمر، خل التفاح وسكر سنيده. اذا مطرد، العسل الاحمر، خل التفاح وسكر سنيده. المطرد غبره او اللي كنستعملوا في المطبخ كناخذوا جوج معالق كبار، العسل الاحمر كناخذوا منه خمسه ديال المعالق كبار، خل التفاح كناخذوا ثلاثه ديال المعالق كبار، والسكر سنيده كناخذوا معلقه صغيره. هاد المكونات كلهم كنخلطوهم في حمام مريم، كنخليهم يذوبوا مزيان وكنبداو نخلطوا حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس، كنخليوه يبرد. ملي كيبرد كنحصلوا على واحد الكريمه، هاد الكريمه كناخذوا منها شويه كندهنوا بها، كنديروا بها واحد المساج في كاع المناطق اللي بغينا اننا نقصوا منها كما كنقولوا من الحجم ديالها، كنديروا مساج 10 دقائق وكنخليوه مده ديال 50 دقيقه هي ساعه في كل شيء، ومن بعد كنغسلوه. بالنسبه للوصفه الثانيه، اسمح لي يا دكتور عماد، يعني هذا السيده اللي كتعمل ما يمكنش ديرو وتمشي به للخدمه؟ لا، انا في الدار في المنزل ماشي مشكل، اما باش تمشي به للخدمه على طول. نعم. اذا ضروري عندك شي وصفه اللي صالحه للسيدات اللي عندهم العمل خارج البيت وكيمشيو من الصباح حتى للعشيه، وهذه
التمثيلات اللي تا هما اليوم بغينا نفكروا فيهم ونقدموا لهم وصفات اللي تساعدهم على التنحيف. اذا غادي تاخذ الزيت ديال اللوز الحلو، زيت البرتقال او زيت اللوز الحلو وزيت الخزامه، غادي تاخذ منهم معلقه كبيره معلقه كبيره، والروح ديال الليمون او الروح ديال البرتقال غادي دير 10 ديال النقيطات. اذا زيت اللوز الحلو وزيت الخزامه معلقه كبيره معلقه كبيره، والروح ديال الليمون او الروح ديال البرتقال كدير منه 10 ديال النقيطات، كتخلط هذا الخليط كامل وكتاخذ كدير واحد المساج خفيف على المناطق اللي بغات تنقص منها، ويمكن لا تخرج بها لان ماشي مشكل، لان لا الزيت ديال الخزامه ولا الزيت ديال اللوز الحلو سريعه الامتصاص، وملي كنزيدوا دوك 10 النقيطات ديال الروح ديال البرتقال كيساعدوا في هاد الدهون انها كتحرق وماشي مشكل تبقى بها حتى العشيه ترجع للدار. كنحيي الاخت ناديه من اكادير اللي على صفحه الفيسبوك الاسم زها محمد، فحنايا طبعا تنجاوبوا عليك اخت ناديه اللي كتقول لك عندها في الوزن ديالها 110 كيلو وفي الطول 1.60 متر، عافاك ما تقراي هذا الميساج، انا قريته جاوبوني الله يجازيكم بخير، وكذلك جاوبناك عطيناك اذا وصفات للشرب وكذلك وصفات للتدليك. واش هاد التدليك ضروري تكون الزيت دكتور عماد ولا ممكن ما تكونش الزيت؟ ضروري الزيت، علاش؟ لان الزيت سريعه الامتصاص في المسام، والزيت هي احسن حاجه كتدخل لينا لديك الطبقه ديال الجلد وكتدخل لينا دوك الخلايا الدهنيه وكيمكن لا تاثر عليهم. الى المستمعات ما بغاوش الزيوت، وهذه حتى هي مساله اللي كتعاود مثلا كثير من السيدات اللي كتقول لك عطيني واحد الماسك ولا عطيني واحد الوصفه ولكن ما يكونش فيها الزيت، شنو هي اليوم الامور الطبيعيه اللي ممكن السيده تستعملها لحرق الدهون في مناطق معينه من الجسم؟ فغتستعمل التدليك. نعم، غتستعمل خل التفاح والتفاح محكوك، لان كما كنعرفوا لاسيد دو بوم او داك حمض التفاح عنده واحد القابليه كبيره انه كيحرق الدهون وكينقص من الحجم ديال الجسم ديالنا في بعض المناطق. اذا غادي ناخذ خل التفاح اللي غادي ناخذ منه جوج معالق كبار ونص تفاحه، ومن الاحسن تكون التفاحه حامضه اللي كنحكوها فوق منه، ومن بعد كناخذوه كنديروا به واحد المساج في المناطق اللي حنا بغينا انها تنقص، كنديروا ذاك المساج كنخليه واحد المده ديال نص ساعه، ومن بعد كنوصلوه العمليه غنديروها نهاريه نهار لا، ونداوموا عليها مده ديال 3 شهور. شكرا لك.